مدينة الموتى تفتح أبوابها لقضاء رحلة مرعبة ومثيرة بين المومياوات وأسرار عن الحياة والموت. فماذا تعرفون عنها؟ إنها فيا تريومفاليس، مقبرة ضخمة تعود للعصر الروماني، تم اكتشافها عام 1956 تحت الأرض في مدينة الفاتيكان بروما الإيطالية. حتى عام 2003 لم تكن متاحة للزيارة، ومنذ ذلك الوقت بدأ فتحها للزيارة فقط من خلال الباحثين وعلماء الآثار، لتقرر الحكومة الإيطالية في 17 من نوفمبر الماضي فتح أبوابها للسياح والزوار بعد افتتاح مدخل جديد لها عند بوابة تدعى سينتروز. المقبرة تخبر زوارها أسراراً عن الحياة والموت في العصر الروماني في الفترة بين القرن الأول والرابع الميلادي، من خلال نقوش وتوابيت مصنعة من الرخام وهياكل عظمية، إلى جانب وجود عدد من المقتنيات التي أرجعها علماء الآثار إلى الإمبراطور الروماني نيرون.